ايوه، وعايزه كمان كيتشن هافانا. ايه؟ تشيكن؟ لحمه يعني. طيب ما انا فاهمه. وايه ميديا؟ بقول لك لحمه يا جاهل. ايوه بالباربيكيو. وعايزه سي فود بلس. إيه؟ بلس؟ طب بتزعق ليه؟ تاكل قرف. شفتوا يا بنات، وزعوا علينا في البيوتي سنتر كل الحاجات دي وقالوا لي استخدمها كلها النهارده. كل دي هتحطيها على وشك النهارده؟ ايوه، ما هم وزعوا علينا الكتالوجات، ايه طريقه الاستعمال، ايه قبل ايه، قالوا لي ان بشرتي هتتغير على طول على طول وهبقى حاجه تانية خالص. ربنا يستر يا هناء. طب بقول لك ايه، تيجي تقري معايا افتتاحيه البرنامج الاذاعي بتاع الجديد؟ لا يا قلبي مش هقدر، منعوني ان انا اعمل اي مجهود طالما بستخدم كل المستحضرات دي. مجهود ايه؟ انت هتسمعي بس. ايوه يا قلبي، ما هو انا لما هسمع هنفعل واعصابي هتنفعل، هيأثر على نفسيتي ونفسيتي ممكن تأثر على شعري ويغير حتى لون المشيت اللي في شعري، من احمر ممكن يبقى اخضر. لا قطعت يا قلبي بجد. ايوه وعايزه كمان كل السلطات اللي مكتوبه تحت. هو فين؟ معرفش. عبد الستار اشوفه. اشوفه. تشوفه ليه يا اخويا؟ هو طلع ابنك؟ يا ريت كان طلع ابني ولا انا ابوه واللي جابوه. هو فين؟ لحظة يا اخويا لحظة، انت فين يا زفت يا عبد الستار؟ هو مش موجود ولا ايه؟ يا اخويا تعالى بسرعة. ايه في ايه؟ مالك قطيتي في ايه؟ عبد الستار. ايه؟ تعالى يا عبد الستار. ايه في ايه؟ انت جيت لي من السما يا عبد الستار. لا انا جاي من الحمام. لا انا قصدي انت نزلت لي من السما وانا استلقيتك. عبد الستار. ايوه. هقول لك على مفاجأة ما حصلتش. أنا اشتريت لك أسهم في شركة صبيت الحوت المنتفخة المتحدة، وبعد ما اشتريتهم بساعتين ضربوا في العالي. بعد ما كان السهم ب$3 بقى ب$25. يا ربنا يعوض عليك. مش كده وبس. لا، وأسهمي في شركة الفواكه المتعفنة المتلففة نزل سعرها في خلال ساعتين $2. ألف مبروك، اللي جابلك يخليلك. يعني مش قلتلك أنا مش قلتلك إن عندك سنس وسنسك عالي؟ جماعة أنا قلتله إن عنده سنس وسنسه عالي. انت نزلتلي من السما يا عبد الستار. على فكرة هقولك على مفاجأة، بس امسك نفسك كويس قوي. انا عينتك عندي في الشركة كبير مستشارين البورصة في شركاتي. بورصة؟ يا دي الجورصة. انا بقى اقولك مشكلة البورصة ايه. يا ريت. مشكلة البورص؟ ايوة. اول ما تشوفه اول ما تلبه بالبلغة كده تلاقي دلو بيلعب برضه. يا سيدي واصل فهمت الاكسبريشن بتاعك ده. يلا بينا علشان نلبه وبالبلغ. بس انا لابس جزمة. بالجزمة. بينا